تزيد التي نريد كمدينة وكإقليم في نظري وباعتزال نريدها جاذبة غير منفرة، نريدها حاضنة ولادة غير عقيمة. كنقولوا حاضنة بمعناها الحسي والعاطفي ومعناها حتى الانكيباسيون عندها علاقة بالاستثمار، محررة محررة ومبدعة خلاقة غير منغلقة. نريد تجنيس دامجة انكلوزيف مقاربة النوع، محررة الطاقات مبادرة حرة وغيرها، تساعد جميع انفتاح الآخر، غير كابحة غير مقصية غير مستأصلة. نريد أن نسعى نحو تزنيت تزنيت النماء، ولكن النماء كحق ماشي كهبة ماشي كعطية. تزنيت الإنصاف، إنصاف علاقته مع العدالة الترابية. تزنيت المواطنة لا سيتوينتي. نريد تزنيت الأجداد بقيم الأجداد ولكن بمتطلبات الأبناء والأحفاد. شكرا. شكرا. ماذا نريد؟ تزنيت نريد تزنيت الكرامة، والكرامة تتجلى في توفير خدمات اجتماعية من حق المواطنين، خدمات اجتماعية في جودة عالية في التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق والبيئة السليمة. نريد تزنيت يتحدث أهلها الأمازيغية ويوظفوها في مختلف مرافقهم الإدارية في القضاء وفي مختلف الإدارات. نريد تزنيت منتجة تكون لها جميع المقومات لتستقطب الأهل أولا وتوفر لهم الشغل وتحول حياتهم إلى حياة للإنتاج والإبداع، من أجل أن تكون هناك خلق لثروة يمكن للجميع أن يوظفها ويستمتع بها، من أجل طبعا تحسين ظروف ديال العيش الجميع. نريد تزنيت كذلك تستفيد من ثرواتها الطبيعية، وتزنيت نريدها كذلك أن تسترجع ما قام المخزن وما قامت الدولة من انتزاعه من أهلها من أراضي غابوية ومن ثروات طبيعية تم استنزافها وتم نقل ثرواتها خارج الإقليم دون أن تترك أثرا يذكر على الساكنة وعلى المحيط. نريد تزنيت باختصار تزنيت الكرامة، تزنيت الحقوق، حقوق الإنسان بكل أبعادها. شكرا. نريد تزنيت بساكنة تعيش في الكرامة، وهذا هو تعاقدنا في حزب الاستقلال مع الساكنة. يتمثل ذلك في أننا نريدها بدون هدر مدرسي ولا هدر جامعي. نريدها تتمتع ساكنتها بالتغذية الصحية، نريدها بصفر أمية، نريدها كذلك ببنية تحتية ضرورية، نريدها بمطار وميناء وسكة حديدية، نريدها بدون بطالة، نريدها بطبقة متوسطة وليس غنية وفقيرة فقط، نريد تزنيت بدون هشاشة وفقر، نريد تزنيت بدون فساد إداري، نريد تزنيت بفكر تنويري، نريد تزنيت بمنحة دراسية وعمل، نريد تزنيت بتحفيزات ضريبية على غير الأقاليم الجنوبية والشمال. شكرا جدا. حق تزنيت مدينة تستحق الكثير من أبنائها وكذلك الإقليم. إذا كان قلت تزنيت كان قلت تزنيت الإقليم، بأنه جميع أبناء هذا الإقليم أعطوا الشيء الكثير، أعطوا بزاف لهذا الوطن، وبالتالي ضروري أن يكون عندنا ما يسمى بإرجاع هذا الحق انطلاقا من مكافحة هذا المجال، لأن كما قلنا إلا ما كانش العدالة الترابية أو العدالة على مستوى المجال الترابي على المستوى الوطني، راه أكيد بأنه هناك خلل على مستوى التوازنات داخل بلدنا وداخل وطننا. إذا وبالتالي نهضروا على مدينة تزنيت أو تزنيت، تنهضروا أن ضروري أن تكون عندنا مدينة تستحق أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية. وفاش نقولوا ديمقراطية حقيقية
على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، وكذلك على المستوى البيئي، لأن هذا لن يعطينا إمكانية للتنافس بين جميع الشركاء أو المتدخلين في الحق السياسي وكذلك في الحق المدني للتعبير على آرائه بشكل ديمقراطي دون تدخل أي طرف كيفما كان نوعه. وهذا هو البناء على المستوى المدني تزيد ولا على المستوى الإقليمي تزيد، باعتباره أن يكون نواة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية سواء على المستوى الإقليمي وكذلك لإيصاله إلى مجموعة من أقاليم أخرى على المستوى الوطني. وتضرب الناس مثلا، كانت مجموعة من الإشارات أن هناك أناس ضحوا، هناك أناس أعطوا الشكل الكثير، انطلاقا من الحركة الوطنية إلى حدود الآن، أعطوا الكثير لهذا الإقليم، وبالتالي يجب أن نجد هوية تنموية لمدينة تزنيت. عندنا واحد المشكل على مستوى الجهة، جميع الأقاليم ديال الجهة عندهم واحد الهوية التنموية، يعني عارفين علاش قيم الاقتصاد التنمية في هذه الأقاليم، أكادير قائم على السياحة، إذا كان كيتبنوا على التجارة بالدرجة الأولى، تردد على الفلاحة، الشتوكا كيتباع على الفلاحة، ولكن حنا في مدينة تزنيت إلى حد الآن ما عندناش هوية تنموية، ولهذا أنا كنشوف أنه ضروري نتفقوا على واحد الهوية التنموية المستقبلية لهذه المدينة، وأنا أرى أنه يقوم على خمس ركائز أساسية. الركيزة الأولى اللي خصنا نتوجهوا ليها من الآن للمستقبل هي الصناعة، الصناعة وبوجه الأخص الصناعة الفضية. حنا الآن تنقولوا مدينة تزنيت هي عاصمة ديال الفضة، ولكن راه يلا حنا عندنا التجارة في التجارة ديال الفضة، أما الصناعة الحقيقية الصناعة الفضية ما عندناش. هناك مدن في إيطاليا الصناعة الاقتصاد ديالها كلها يقوم على الصناعة الفضية، هناك مدن في تركيا الاقتصاد ديالها كله يقوم على الصناعة الفضية، وهناك أيضا في تايوان. حنا بغينا هاد يعني هاد القيمة ديال الفضة، أننا فعلا نصف المستوى خلق لنا واحد 2000 منصب شغل من مهندسين وتقنيين إلى غير ذلك. كاين المستوى القطاع الثاني هو القطاع ديال الخدمات، وهذا القطاع اللي هو القطاع الآن تعطي قيمة مضافة في العالم كله. في المجال ديال التكنولوجيا الحديثه والمجال ديال الاوفشورين، وانا لا هنا اخفيكم ان احنا الان على مستوى المجتمع تفكروا اننا بخصوص لقينا ان الشباب ديال مدينه تزنيت في مجال ديال التكنولوجيا الحديثه متفوقون جدا، وكاين الان اللي داير شركه في مدينه تزنيت، ولكن تيشتغل في اوروبا، تيشتغل في الشرق الاوسط، واحد العدد ديال دول العالم، وهذه قيمه مهمه جدا. وتنفكروا حاليا اننا نصروا هذه القيمه وغادي نوجدوا لهم واحد مركز ديال الاعمال، سونتر بيزنس ديال الاعمال باش نعطيو هذه القيمه. ما كرهناهاش صراحه تكون هي عاوزه الجنوب، هي في الوضع الحالي مدينه متوسطه راكده الى حد ما في عده قطاعات. هدفنا من خلال دخول غمار الاستحقاقات والدفاع عن الاقليم لجعله نواه اقتصاديه وسياحيه في النمط الجهوي الجديد، بمساعدة جميع الفرقاء السياسيين الممثلين للمدينة في مختلف المجالس. بغينا تزنيت يفتخر بها شبابها، ماشي باتباع التراث فحسب، وإنما بشكلها الجديد الذي سيغير نمطية المدينة من مدينة راكدة إلى مدينة حيوية يسهل فيها العيش الكريم للجميع. بغيناها ولادة للمشاريع الكبرى التي تنمي الإقليم وتنمي شباب الإقليم لتحقيق كل الأحلام الساكنة، فتزنيت تستحق من ذلك، وشكرا. تزنيت الأمة الحاضنة التي تحضن أبناءها عربا وأمازيغا، تزنيت المحصنة بشبابها ونسائها شيوخها ورجالها، نريد تزنيت العالمة ليعود التاريخ إلى الوراء إلى علماء تزنيت الذين قروا التاريخ المغربي، نريد تزنيت الجالبة للاستثمار والمنجبة للأطر والكفاءات، نريد تزنيت النظيفة التي تتوفر على مجال أخضر واسع ونظيف، نريد عدم الإقصاء في تزنيت وكذا الاستقرار في تزنيت أملا وأمالا، نريد تزنيت غير مهمشة تعتمد على سواعد أبنائها الذين هم خيرة شباب المغرب الذين عليهم نعول، وبهم نستطيع أن نذهب إلى الأمام. تزنيت التاريخ خصنا نحافظوا عليها
ونكونوا حنا الحاضرين ليها. وشكرا. نريد تزنيت نظيفة فيها الأمن التقاري والاجتماعي والأمان الغذائي والبيئي. نريد تزنيت فيها تكافؤ الفرص تضمن العيش الكريم لساكنتها. نريد تزنيت يعتز بها أهلها ويدافعون عليها وتستقطبهم أينما كانوا. تزنيت تكافؤ اجتماعي. تزنيت تحترم فيها حقوق الإنسان. تزنيت فيها مجتمع مدني فعال يشجع من طرف السلطات ومن طرف جميع المصالح. تزنيت يحس فيها التزنيت بالكرامة. تكون السلطة بجانبه تخدمه وتخدمه جميع المصالح الأخرى لأنها أسست لذلك. نريد تزنيت خضراء فيها هواء نقي، فيها مناطق تذهب إليها الساكنة للتمتع والاستجمام وللعب الأطفال. نريد تزنيت تكون فيها ملاعب للقرب تحتضن الشباب. نريد تزنيت فيها مسبح، فيها ملاعب في المستوى، ليس التزنيت بملعب واحد. فمن زار يوم الأحد أو يوم السبت ملعب بلدي بتزنيت سيتعجب كم من الطاقات الصغيرة عطشانة للعب، في كلها حماس، كلها روح رياضية، ولكن لا تجد مكانا تتحرك فيه. تزنيت تجتمع هناك آلاف الطاقات الشابة بملعب واحد صغير يتناوبون على استغلاله بالدقائق. هل نريد تزنيت تحتضن الجميع، الفقراء، المساكين، وتحتضن حتى هؤلاء الأفارقة الذين ينامون في الشارع؟ حينما لا تحدثوا أي الحضور عن أي تزنيت نريد، فهنا هنا نتحدث أي رجال أي نساء في هذا المنطقة الذين نطمح إلى تكوينهم كأي تتوافر نرغب الوصول إليه. المهم هو الرجال أن يكونوا في تواصل بينهم وأن يزيحوا الحقد أو العنصرية. هذه المسائل يجب أن نزيحها من أنفسنا حتى نتواصل ونسير إلى الأمام. المانع لوصول قدما إلى الأمام هو جد الفرامل من طرف الواحد لكون القائد هو فلان أو القائد هو فلان أو القائد توجه فلان أو القائد توجه كذا. هذا الحقد هو الذي يجب أن ننزعه من قلوبنا لنتواصل كأننا شخص واحد وكأننا إخوة، والحال في الحقيقة أننا نحن إخوة. الأساس هو الرجال والنساء. حينما نتكلم عن الرجال نحن لا ننقص من قيمة النساء، بل النساء هم أمهات الرجال وهم نصف المجتمع. كذلك الأساس هو المساواة. نرغب في ملامسة المساواة بين جميع أصحاب المجتمع بما فيهم الفقراء والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة. هنا إشكال متواجد أن المجتمع ينظر بنظرة انتقاصية أظن أن هذا السؤال ربما من الأحسن أن يصحح ونقول أي إقليم تزنيت يريد، لكي لا نتحدث عن المدينة ونساء القرى والبواتي. إذا أي تزنيت نريد؟ أي تزنيت نريد؟ أكيد كل واحد منا سيقدم مواصفات جميلة وكأننا في أمسية المدح أو في أمسية شعرية، هذا أمر طبيعي. ولكن هنا ما تفرق في الانتخابات الشرعية على أول الانتخابات الشرعية والانتخابات البرلمانية. أي تزنيت نريد؟ أنا سألخصها في مفهوم وحيد. التزنيت التي نريدها تتلخص في مفهوم وحيد، وهو مدينة الاستثمار والمقاولة. بمعنى إذا كان مدينة الاستثمار والمقاولة غادي تكون مدينة تنموية. إذا كان مدينة الاستثمار والمقاولة غادي تكون مدينة بدون بطالة وبدون
لي فقط. إلا كاين مدينة ديال الاستثمار والمقاولة غادي تكون مدينة ديال التشغيل. إلا كاين مدينة ديال الاستثمار والمقاولة غادي تكون مدينة القرب، بمعنى ملي كتكون في مدينة الاستثمار والمقاولة راه كلشي كيكون قريب في ديك تيزنيت، بمعنى ملي كيكون الاستثمار والمقاولة راه الناس غادي يستقروا فيه في جميع الميادين، في الصحة، في التعليم، في جميع القطاعات. ثم التضامن، ما يمكنش يكون التضامن، ما يمكنش يكون التضامن بدون الاستثمار. لا بد من الاستثمار لكي تكون المدينه مدينه متضامنه، ثم مدينه الكفاءات والطاقات الفاعله الغير الجديده. تيزنيت يريدها مدينه الكفاءات والطاقات الفاعله الغير الجامده، ولكن هذا الشرط سيتحقق اذا كانت مدينه تيزنيت مدينه الاستثمار والمقاوله. مدينة الاستثمار ما يمكنش تكون بدوري عن أي مدينة أو أي تيزنيت نريد، سوف أقول بأن تيزنيت التي يجب أن تمنح فرصا للتشغيل لجميع أبنائها من دون تميز في إطار والاستفادة في إطار السياسات العمومية، كذلك توفير الاستثمار والعيش الكريم لجميع المواطنين. وكذلك نريد تيزنيت التي لن تكون مهمشة منذ هذه المرحلة وبالضبط في هذه الاستحقاقات لسبع أكتوبر. نريد كذلك تيزنيت التي يجب على منتخبها أن يعملوا جاهداً على تنمية إقليمهم ويجمعوا هذا الهاجس الكبير الذي هو العمل الدؤوب والمستمر من أجل تنمية هذا الإقليم العزيز. كذلك نريد أي تيزنيت نريد محاربة البطالة بتيزنيت، نريد محاربة الفقر بتيزنيت، نريد تسهيل المصادر التي ستكون سببا في الاستثمارات في مدينة تيزنيت سواء على مستوى مدينة تيزنيت أو كذلك الإقليم بصفة عامة. وكذلك نريد أن يكون إقليمنا ذات اقتصاد وقطب مهم سيساهم في تشغيل الشباب وتنمية الإقليم بطبيعة الحال. وأريد كذلك أن تكون جامعة بمدينة تيزنيت. وشكرا.